ينضم إلينا عبر الهاتف النائب عيسى العريبي عن مدينة بنغازي. سيادة النائب، مرحبا بك. مرحبا بك. في البداية، لدينا معلومات بأن هناك وفد وصل من لجنة الحوار إلى مدينة طبرق للتشاور معكم بخصوص حل هذه الأزمة. نريد منك تفاصيل أكثر سيادة النائب. في الحقيقة جاء وفد يتكون من السيد بالقاسم قزيط وكذلك سالم مادي وجمعة كوسا من لجنة الحوار. تواصلوا معنا تواصل مباشر، حضروا بالأمس إلى طبرق وفي استضافة أهل طبرق. نعم. اليوم التقوا بالسيد عقيلة صالح، ومن ثم تم دعوتهم لعشاء عند الشيخ طيب الشريف. نعم. والآن مولودين عند الشيخ طيب الشريف. والحقيقة أن الوفد يعني جاي من أجل حلحلة الأزمة اللي سايرة في البلاد، ونحن نرحبوا بهذا الوفد وبهذا التواصل المباشر اللي هو يعني حوار مباشر بين الليبيين من أجل الخروج من هذه الأزمة اللي نحن موجودين فيها الآن. نعم سيادة النائب، هناك تصريحات للنائب زياد دغيم يقول بأن هناك مؤامرة تحاك ضد رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح من كتلة داعمين للاتفاق السياسي بالإطاحة برئيس مجلس النواب حتى يبقى هذا المقعد فارغ، ويتم عن طريق السيد محمد شعيب تمرير حكومة الوفاق. ما صحة هذا الكلام، وردك أيضا أنت على هذا الكلام؟ اولا نحن اليوم يعني كان في جلسه حضر اكثر من 88 نائب. للاسف هناك بعض النواب تغيبوا، واليوم جاء السيد عقيلة صالح واصدر قرار بان مجلس النواب سوف يباشر عمله بالعدد الحاضر، خاصه في ظل الظروف اللي موجوده الان. لن نلتفت الى النصاب لان عطل مجلس النواب اكثر من شهرين او ثلاث شهور، عطل من هذه الكتله. لذلك ان مجلس النواب سوف يعمل بمن حضر ويصدر قراراته في صالح المواطنين وفي صالح الحكومه المؤقته. انت تعرفي ان اغلب الناس اللي كانت مؤيده للبرلمان والحكومه ما زالوا هم، والناس اللي كانت مؤيده للمؤتمر وحكومه الغويت انتقلوا الى تأييد من المجلس الرئاسي وحكومه السراج. الوضع كما هو عليه، لم نصل الى وفاق. اما بخصوص السيد عقيلة صالح، فان السيد عقيلة صالح يحظى بثقه عديد النواب والكتله الاقوى والاكثر مع السيد عقيلة صالح، ونحن نؤيد السيد عقيلة صالح بشكل مطلق، وغير وارد تغيير السيد عقيلة صالح في هذا الوقت اللي تقود فيه القوده فيه نعتبر فيه نضال ضد الإسلام السياسي. خذلنا من خذلنا، ووقف معنا من وقف معنا، ولكن نحن مستمرين في دعمنا لجيشنا حتى الانتهاء والانتصار في معركتنا ضد الإرهاب. طيب سيادة النائب، نقول بهذه الوفد الذي أتى إلى مدينة طبرق، قلت أنت بالأمس حضر إلى مدينة طبرق، يعني نقول على هامش هذه اللقاءات، يعني أنت كنائب ماذا استنتجت من هذا الوفد؟ هل هناك بوادر لحل هذه الأزمة بالفعل، أم هناك اقتراح لحكومة أو حكومة وفاق جديدة بأسماء جديدة؟ يعني ماذا استنتجت منهم؟ في الحقيقة نحن نحيي الأستاذ بالقاسم قزيط، ونحيي الأستاذ جمعة والأستاذ سالم على شجاعتهم وحضورهم إلى مدينة طبرق. والحقيقة استقبلوا استقبال رائع في طبرق، سواء من الديوان ومن مجلس النواب ومن سعادة المستشار ومن أعيان ومشايخ مدينة طبرق، ويعني هم مبسوطين جدا بتواجدهم هنا ومبسوطين بكرم الضيافة في مدينة طبرق. نحن اللي استنتجناه منهم انهم هم ناس وطنيه ويبوا حل حقيقي، ويبوا يعني توسطوا معهم الحل. ونحن الان في مداولات، بعد ساعه من الان لدينا اجتماع معهم، معنا السيد علي القطاري موجود معنا. نعم. كذلك النائب بدر وكذلك النائب رئيس المغرب وبعض النواب الاخرين. ان شاء الله عندنا اجتماع الساعه العاشره. هل سنقول باننا سنسمع بحكومه جديده او حكومة وفاق جديدة بأسماء جديدة غير التي طرحت؟ لا، نحن لم نتكلم عن الحكومة. نعم. حتى الآن نتكلم على يعني ما زلنا ما يعني
حكينا في بماذا هم جايين. كيف ما قلت لك احنا استقبلناهم، تراجع معهم السيد عقيله، كان لقاء ودي حسب ما قالوا لنا. الان نحن في وجبه عشاء عند الشيخ الطيب الشريف، ثم سوف ننتقل الى قاعه لنجلس الاجتماع معهم ونشوف ونسمع منهم، وان شاء الله يكون فيه مبادر جيدة. نعم، وسوف نتابع معكم كل تفاصيل هذا الاجتماع. النائب عيسى العريبي عن مدينة بنغازي، شكرا جزيلا لك.